الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه مع التسليم. وبعد، أخواني الكرام، تحية طيبة نظر ربنا سبحانه وتعالى لكم العون والتوفيق، ونظر ربنا سبحانه وتعالى النصر والثبات لأخواننا في القوات المسلحة، نظر ربنا سبحانه وتعالى يثبت أقدامه، ونظر ربنا سبحانه وتعالى يعني يثبت أقدام كل الناس القائمين على أمر الدولة بإذن الله سبحانه وتعالى. أخواني الكرام، أنا سعيد كل السعادة أن ألتقي بكم بإذن الله سبحانه وتعالى. يمكن إن شاء الله بس الشبكة تكون مساعدة، والناس يمكن تعمل لنا شير ومشاركة بإذن الله سبحانه وتعالى. عندنا بعض النقاط وبعض القضايا اللي نتكلم عنها، إن شاء الله الصوت يكون واضح لكل الناس. وقصدت إنه نطلع الصباح لأنه دائما الفترة بتاعت المساء بيكون الشبكة فيها تعبانة، ويمكن الحمد لله رب العالمين الناس منتظرين الفرج ومنتظرين الناس بإذن الله سبحانه وتعالى الانتصارات، ومنتظرين بإذن الله سبحانه وتعالى التقدم الكبير جدا للقوات المسلحة في كل المحاور. والحمد لله رب العالمين جاتنا البشريات من السوكي، والبشريات جاتنا من الدندير، والبشريات جاتنا من هنا في الجزيرة على مستوى طنبول. لكن الحمد لله رب العالمين الجنجويد بعد ما تم تدميرهم على مستوى سنار، وبعد ما تم مطاردتهم على مستوى ولاية الجزيرة، والطيران اشتغل فيهم في سوق طنبول، ومات عدد كبير جدا من الهوانات على راسهم موسى طبيق، مات يمكن في دارفور، وعدد كبير جدا من عصام، واحد بيقول له عصام برضه غايد على مستوى مبدا، برضه امبارح يمكن هلك، وعدد كبير من الهوانات. الحمد لله رب العالمين بعد ما تشتت شملهم باذن الله سبحانه وتعالى، واصبحت كل الميديا يعني تضج بالافعال المشينه جدا اللي قاعدين يقوموا المتمردين الخونه على مستوى ولايه الجزيره، والانتهاكات اللي قاعده تتم على مستوى قرية السريحة وقرية العزيزية العزيبة، أي منطقة يعني يواجهوا فيها بعض الأصوات اللي يمكن تكون ضدهم، والمقاومة الشعبية القوية جدا ضد هؤلاء المتمردين الخونة، بيتم في المنطقة بيكون فيها يعني بيكون فيها استغلال كبير جدا للإنسان الموجود على مستوى المنطقة، بيكون فيها قتل، بيكون فيها نهب، بيكون فيها اغتصاب، بيكون فيها سلب ونهب. الجنجويد الآن تجمعوا غرب الدويم، يمكن في منطقة الصوفي ومنطقة واد نمير ومنطقة المناطق الزكرولين أخواننا على مستوى غرب الديوين، منطقة الصوفي أعداد كبيرة جدا بكميات هائلة جدا، والهدف مهاجمة الديوين. ويمكن المعلومات ما معلومات استخباراتية ولا معلومات أمنية، معلومات من المواطن نفسه الآن الموجود على مستوى المناطق ديك، الستارلينك شغال، الشرايح الناس قاعدين يتواصلوا معهن هناك على مستوى الصوفي، قاعدين نتواصل معهن على مستوى واد نمر، قاعدين نتواصل مع الناس الموجودين في مناطق التماس الآن الموجودين فيها الجنجويد بكميات كبيرة جدا، ونحن قاعدين نناشد ونتكلم من بداية الحرب، وقاعدين نناشد ونتكلم يمكن قبال شهرين أو ثلاثة شهور، إنه أي مواطن قاعد يسافر الخارج كانوا بيجوا بطريق الدبة، الناس قاعدين يقولوا إنه الجنجويد ديل الآن متواجدين في مسيالة، والناس ديل الآن متواجدين على مستوى المناطق الموجودة بين الدبة وبين ولاية النيل الأبيض بكميات كبيرة جدا، والارتكازات الآن موجودين من الإدارة الأهلية، وارتكازات موجودة وكلهم تبع الملائش، كلهم لابسين لبس دعم سريع، وكلهم لابسين كدمولات، حتى لو بقوا مواطنين وبقوا إدارة الأهلية من مسيالة ومنطقة يمكن الناس منطقة اتجاه منطقة الهلبة والمناطق دي، حتى لو بقوا مهما كان من القبائل، لكنهم لابسين كدمولات ولابسين لبس دعم سريع، بقول لك احنا تابعين للاداره الاهليه ودارين نحمي نفسنا ونحمي اهلنا، وفي نفس الوقت هم لابسين كدمول، هم جنجويد، في نفس الوقت هم دعامه، بتلقى ارتكاز بتاع دعامه وارتكاز بتاع اداره اهليه بنفس النمط. اتكلمنا عن الموضوع ده كثير، انه اخونا سامي الطيب واخونا شهاب برج اللي هو مسؤول من قوات العمل الخاص على مستوى ولايه النيل الابيض، وسامي الطيب اللي هو قائد الفرقه 18، الفرقه 18 كوستي يمكن مسمى فقط، مسمى الفرقه 18 انه دي الفرقه بتاعت النيل الابيض، لكن الفرقه 18 الان الجيوش الموجودين على مستوى كوستي يمكن فيها جيش جبل اولياء، فيها الجيش بتاع غرب كردفان، الناس اللي كانوا مسحبين من 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 باب من اسم منه من من الفوله، الناس اللي انسحبوا من نياله، الفرقه بتاعت نياله، كلهم الان موجودين على مستوى ولايه النيل الابيض. والان الجنجويد يمكن بكثافه وبصوره كبيره جدا، كنا بنحذر من الخطر، الناس دي كانوا أربع عربات وخمسة عربات موجودين في ارتكازات، بيشيلوا أموال الناس، بيشيلوا من عربات الناس اللي بيجوا ماشيين، بيشيلوا منهم 50,000 من كل مواطن، بيشيلوا مليار من كل عربية، الناس اللي بيكونوا شغالين يمكن يعني ترحال على مستوى مدينة الدبة، بيشيلوا منهم مبالغ مالية، بعد ذاك بيقول لهم مروا، وبيحاولوا إنه يهاجروا الناس ويتكلموا معاهم، حتى الناس المغتربين بيقول لك قاعدين نلاقوا الجنجويد ونلاقوا الناس الإدارات الأهلية، الإدارة الأهلية
بيشيلوا مبلغ من المال، بعد يمشوا لقدام بينقوا ارتكاز بتاع دعم سريع بيشيلوا برضه مبلغ من المال. الناس دي يمكن يعني من الدبه، من مدينه الدبه 30 كيلو فقط جنجويد، ومن مدينه الدويم يمكن قرابه 18 17 كيلو. دي الناس الان المتواجدين. بقت المساله دي بصوره مكثفه جدا. الجنجويد الان بقياده عبد الله دلقريش اللي هو الشاعر بتاع الجنجويد الان موجود في المناطق دي هناك، والناس قاعدين يلاقوه وقاعدين يقابلوه على مستوى منطقه مسياله. المساله دي الان خطر جدا على ولايه النيل الابيض من الخلايا النايمه اللي بتكون متواجده على مستوى مدينه الدويم، اللي بيلبسوا ملكي من الجنجويد اللي بيتحركوا داخل مدينه الدويم، والجنجويد اللي بيتحركوا داخل مدينه القطينه وزاحفين على كوستي. ولحد الان القوات المسلحه الموجوده على مستوى ولايه النيل الابيض، تماسيح بحر ابيض، لحد الان انا بتكلم بملء فمي وبتكلم بكل صيغه وبتكلم بكل يعني قوه انه لحد الان ما خاضوا ولا معركه واحده. ولايه النيل الابيض، تماسيح بحر ابيض، كل المعارك الان الغاضوها حتى على مستوى جبل اوليه ما كانت من ناس النيل الابيض اللي هم دي ناس الدمازين وناس المناقل، دي الناس الغادوا المعارك على مستوى جبل اوليه وكانت انتصارات كبيره جدا. تماسيح بحر ابيض بقياده سامي الطيب الان اللي هو داعم اساسي للجنجويد، انا بفتكر انه داعم اساسي للجنجويد لانه هو القائد بتاع الفرقه 18، هو المسؤول من النيل الابيض. اذا كان هو المسؤول والناس بيتكلموا والمواطنين بيتكلموا انه الناس ديل الان جونا في الصوفي، والناس ديل الان جونا في ود نمر، والناس ديل الان اتحركوا على مستوى غرب القطينه الغربيه كلها الان جنجويد، وهو لحد الان ما داري يحرك ساكن ولا داري يحرك عسكري ولا داري يحرك الطيران ولا داري يحرك القوات الموجوده على مستوى مدينه كوسي. انا مفتكر انه الدويم حتسقط وكوسي حتسقط وربك حتسقط، والمساله دي ما بعيده عشان الناس ما يفتكروا انه الجنجويد ديل انتو والجنجويد ديل ما موجودين، والناس ديل الان بيقوا فقط في الشريط بتاع الجزيره الشرقي فقط وموجودين على مستوى الناس دي لحد الان قوتهم الموجودين فيها من بدايه الحرب لحد الان هم بيتكلموا بنفس قوتهم، صحيح مادوا منهم عدد من القيادات لكن لحد الان نحن بالنسبه لنا كانتصارات موجوده على مستوى ولايه الخرطوم. الكلام ده احنا بنقوله ولا خايفين من زول ولا دارين من زول حاجه ولا دارين من زول يدعمنا في الصفحه ولا دارين من زول يقول يا اخي والله الزول ده صادق ولا كاذب. المساله دي كلها احنا بنقولها، عندنا بعض النقاط الان الموجوده وعندنا بعض المحاور في يد الجنجويد الان حتى على مستوى الخرطوم وعلى مستوى مبده الان هم مسكين لحد الان مسيطرين على اذا كان اليرموك، اذا كان طيب الحسناب، اذا كان الاحتياطي المركزي، اذا كان الكلاكلات، اذا كان جبل اولياء، اذا كان اي موقع الان هم موجودين فيه من بدايه الحرب هم الان موجودين فيه. وبالنسبه لنا دي مواقع استراتيجيه وبالنسبه لنا رمزيه للدوله وبالنسبه لنا رمزيه الان هم لحد الان مسيطرين على سيطره كامله. لحد الان لحد الان اليرموك ما نضيف، لحد الان الصناعات الدفاعيه ما نضفت، لحد الان المصر بتاعت الجيلي ما نضيف من الجنجويد، لحد الان بعض الحارات الموجوده على مستوى مبدات ما نضفت من الجنجويد. صحيح انه ماتوا منهم عدد كبير جدا وماتوا عدد من غاداتهم، لكن الناس دي الان الطريق فاتح جدا، الطريق الان بين جبل اولياء وبين الطريق الغربي بتاع النيل الابيض اللي هي غرب القطينه، الناس دي دارين يعملوا لهم ارتكازات هناك ودارين يعملوا لهم بقدر الامكان تكون لهم نقطه بتاع التحول، لانه خلاص تم قفل البلف منهم على مستوى الدالي والمزنون، تم قفل البلف بتاعهم بتاع سنار، لان هذه المنطقه الوحيده اللي كانوا يدخلوا بها سلاح من جنوب السودان، والمنطقه الوحيده اللي كانوا يدخلوا بها سلاح من اثيوبيا، ودخلوا بها سلاح من المناطق الان الاصل هي دعمهم ودعم الجنجويد ودعم التمرد. الناس دي عشان ما يقولوا انتهوا، كل ما يوم حتسمع باستفزازات، كل ما يوم بتسمع بقتل، كل ما يوم بتسمع باغتصابات، وتحيه عبركم لهن في السريحه، البنات المات النظر ربنا سبحانه وتعالى يتقبلن ويجعلن شهيدات كلهم 120 ولا 120 ولا 100 وكم 12 بيت قالوا انتحرا حسب الكلام الضاجي في الميديا، يمكن احنا ما متاكدين من المعلومه بنسبه 100%، لكن البنات اللي انتحروا ديل بقول لهم كلهم شهيدات، لانه ما انتحرن بنت الغانفيسين ولا انتحرن الواحده بسبب مضايقه بتاعت معايش او مضايقه بتاعت حياه، انتحر لانه خوفا على شرف وخوفا على اعراض. المساله دي طبيعيه جدا على مستوى حتى على مستوى الدين الاسلامي ما فيها مشكله اصلا. الناس اللي ماتوا واستشهدوا على مستوى السريحه نظر ربنا سبحانه وتعالى يتقبلهم. المساله دي كلها حتجي في الدويب وحتجي في متكال وحتجي في مناطقنا نحن بتاعت النيل الابيض الان، الناس اللي هم القرى شمال الدويب وجنوب الدويب، الناس دي لو قدروا وصلوا واستلموا الدويب واستلموا كبر الدويب ثاني المساله بتكون صعبه جدا وبتكون عصيه على الناس. انا افتكر انه الان تماسيح النيل الابيض اخواننا في بحر ابيض لابد من التحرك الان، ولابد من ناس النيل الابيض الان من الاستنفار الكبير جدا من اهلنا. المساله دي والله خطيره جدا عليكم، المساله دي خطيره. لحد الان الميديا دي الناس قاعدين يتكلموا، كثير من الناس اخونا النجومي اتكلم فيها، اخونا صرفه اتكلم فيها، عدد من الناس اتكلموا انه الناس دي قاعدين يواصلون مباشر. انا الليله يمكن قبل ما تصبح الوطا يمكن مرسل لي قرابة ال 20 رسالة، وال 20 رسالة دي كلها من المناطق اللي فيها الجنجويد، بقول لك الناس دي الآن موجودين معانا وبكمية وبكثافة، الناس الجو ماشيين كلهم من جبل أولياء والجو داخلين من الجزيرة ناشغين ماشيين على القرب، كلهم الآن موجودين على مستوى غرب النيل الأبيض. المسألة دي سامي الطيب
المسألة دي مسؤوليتك أمام الله سبحانه وتعالى. نحن لو سقطت الدويم ولا سقطت أي منطقة من مناطق النيل الأبيض، نحن بنصنف أنت جنجويدي نمرة واحد، وأنت داعم أساسي للجنجويد زيك وزي أي الناس تصنفهم كيكل على مستوى القيادة. قال في سبعة أنفار والحمد لله رب العالمين، الآن كلهم في لغامة جبرية، وجاب الفيديوهات وجاب ما يثبت ذلك، وجاب التلفونات والاتصالات اللي كانت معه مباشر من القيادة. أنا مفتكر إنه سامي الطيب أنت مسؤول من ولاية النيل الأبيض مسؤولية مباشرة. أي اختراقات أمنية على مستوى الدويم ولا على مستوى كوستي وعلى مستوى ربك ولا على اي منطقه من المناطق، انت المسؤول الاول. احنا محتاجين ان شاء الله 10 عساكر بس يمشوا للناس ديل. الناس ديل كانوا اربع عربات وثلاثه عربات، ما كانوا محتاجين لقوه اصلا، ولا كانوا محتاجين لقوه من قوات العمل الخاص ولا قوات النيل الابيض، ما كانوا محتاجين لقوه. اي زول بيجينا نحن نازل قاعدين يجونا بيجي السعوديه هنا وقاعدين يتكلموا عنهم وقاعدين يقول لك والله، يقول لك الناس ديل عربتين بس، عربيتين واقفات في ارتكاز، وكلهم ناس ملاقيط ما بجيبوا لهم يعني شفع ساكت، شفع ملاقيط، بيجي بيشيلوا من الناس قروشهم وبيشيلوا منهم اموالهم، وبيحاولوا بقدر الامكان اي عربيه يشيلوا حقها، واعداء كعون ذاتي. المساله دي عشان ما تكون يعني بعدين وباء على النيل الابيض، ويكون بعدك مشكله بتاعت نزوح كبيره جدا لولايه النيل الابيض. الناس الان فيهم مكفيهم، والناس الوضع الاقتصادي الان المتردي ما قادرين يقاوموه ولا قادرين ياكلوا يشربوا، لانه الناس ما حاسين بمعاناه الناس. المسؤولين الان الموجودين على مستوى الدوله ما حاسين بمعاناه الناس، يعني الليله واحد بتلقاه وزير ماليه على مستوى الوضع الاقتصادي على مستوى الدوله منهار تماما، في عهده 4 سنه الناس ما اخذوا مرتبات، 4 سنه ما في صادر، 4 سنه ما في وارد، 4 سنه ما في اي حاجه على مستوى الدوله، الضرائب الناس مشددين على الناس بزياده التعرفه الجمركيه على مستوى الدوله، بعد ذلك بيجي يقول لك انا بروح باستقالتي، وطلع الكلام ده اخونا عبد الماجد عبد الحميد بصوره مباشره، قال يا اخي الوزير الماليه الان ملوح باستقالته وقدمها لمجلس السياده انه ده يقدم استقالته من وزاره الماليه، بعد تدمير الوطن تماما اقتصاديا، وبعد تدمير الوطن امنيا، وبعد تدمير المساله دي كلها حيحاسبوا على اي زول الان موجود في الدوله، حتتحاسب محاسبه مباشره من الشعب السوداني، حتتحاسب محاسبه مباشره من اي زول شريف الان، اي قلم حر حتتحاسبوا عليه، ما في اي زول يقدم استقالته، ولا احنا نقبل استقاله اي زول في الوضع الان الراهن، بعد ما السودان وصل ما وصل اليه الان من الانتهاكات، ووصل ما وصل اليه الان من الوضع الاقتصادي المتردي، دي مسؤوليتكم انتم. فشلت من بداية 6 شهور، أول 6 شهور فشلت فيها طوال قدم استقالتك، ما عندنا مشكلة في ذلك، لكن يجي بعد 4 سنة واحد وزير مالية يجي يقول أنا أقدم استقالتي لأنه فشلنا في ذلك وعندنا مشاكل خاصة في البيت الداخلي بتاع العدل والمساواة، ما عندنا معاك نحن أي شغلة مع مشاكلكم الخاصة، ولا عندنا مشاكل مع 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 المشتركة، ولا عندنا معاهم مشكلة مع زول، ولا عندنا مشكلة على أساس إنه نحن نقوم نصنف الناس بتطهير عرق ولا غيره. المسألة دي تكون واضحة، أنت وزير مالية ومسؤول من الشعب السوداني كله، أي استقالة في الأيام الآن حاضرة دي معناته انه انت جزء من تدمير الوطن، وجزء من تدمير الاقتصاد، وجزء من الحرب الان القائمه. نحن افتكر انه الكلام ده حق، ورساله تكون واضحه للناس، ورسالتنا يا اخواننا في بحر ابيض الان توصلوا لسامي الطيب، وتوصل لشهاب برج الان قاعد يتابعنا، وتوصل لاخونا فرحات الدلعمده الان الاعلامي قاعد في النيل الابيض ده، وتصل لكل الناس الموجودين ما دارين الاعلام، كون ده كله اعلام ساكت، كون الواحد يشرب لك كوبايه شاي يتصور معاه، كون تقعد في بحر تاكل لك سمك وتتصور معاه، تمشي تجد عليك مدفع من بعيد في فلا عشان تقول ان احنا والله يهود الحمد لله رب العالمين جدعنا المدفع الفلاني ده ولا فكينا الصاروخ الفلاني، دي كلها مساله بتاعت اعلام ساكت. الجنجويد الان في النيل الابيض، والجنجويد الان غرب القطين، والجنجويد الان موجودين في واد نمر وموجودين في الصوفي، امشوا للناس دي هناك ما تصوروا لنا كل مره ماشيين مع رد الناجي مصطفى، مشينا صورنا معاه يهود الحمد لله كويس، الناجي مصطفى ده فرد واحد ما يعمل اي حاجه، حتى لو مشيتوا له وربنا يتقبل منه، زول ربنا سبحانه وتعالى جعله جريح في الحرب وما جاته اي حاجه الحمد لله رب العالمين. النصيحه سامي الطيب ده ما عليه ولا ما اسمه انه ده ما عليه اي حاجه، اخونا ناجي مصطفى هسه الان الحصه وطن، والحصه الان ولايه النيل الابيض، والناس الان متوجهين على الدويم، حيستلموا الدويم وحيستلموا كوسي وحيستلموا ربك، وحتكون في معاناه كبيره جدا. الان المواطن بتاع النيل الابيض ما في اي حاجه بيجيو من الدبه الا تمر عبر الجنجويد الان الموجودين في سياره. والمزال عشان تكون واضحه للناس، عشان ما في اي زول واحد يجي يطلع يصور لنا انت زول لابس كاكي، تتصور على شنو اصلا؟ انت لو كان جهادك لله سبحانه وتعالى، وبتجاهد من اجل الله سبحانه وتعالى، ولاعلاء كلمه الله سبحانه وتعالى، وبتجاهد عشان انت تنصر المظلوم وتنصر الضعيف على مستوى الولايات، ولا انت موجود؟ ما في داعي للتصوير الكثير في محلات الشاي ومحلات الجبنه ومشينا لفلان زياره ويهودا نحن، يا اخي خلاص انت بقيت مشهور في الميديا، وبقيت زول خلاص منتشر على مستوى العالم، واي زول شايفك الان انت كزول يعني اذا كان انا بتكلم عن ود العمده وعن عبد الدايم وعن الاخوان الان الموجودين كل ما يوم ماشيين لهم محل جبنه ومحل هنا قاعدين يتصوروا فيه، المساله دي عشان ما اصرف لكم بركاوي كثير من محلكم ده، النيل الابيض كلها محتلنا جنجويد على مستوى غرب النيل الابيض والقطينه وعلى مستوى الصوفي وعلى مستوى نمر وعلى مستوى سياله، من محلكم ده شيلوا سلاحكم وتمشوا نقوكم في الصفوف الاماميه، اذا كان زور واحد من الهلبه
بيدمر له اكثر من 17 قناص، وبرجع له اكثر من 17 دوش كنفر واحد، ما بال الجيش السوداني الموجود الان على مستوى كوسي على مستوى ربك الموجودين بكميات اكثر من 60,000، 60,000 مقاتل الان في النيل الابيض، 60,000 ما دارين اي احتفالات، ما دارين اي صور، ما دارين اي قله ادب، غير انه تدحر الجنجويد والتمرد الان موجودين غرب القطينه، والمساله دي عشان ما تكون بعدين مشكله والناس دي يزيدوا والشعب السوداني بطن الطوم ذاته من الجيش السوداني ومن الانسحابات الكثيره اللي قاعده تحصل زي ما حصلت لهن على مستوى السريحه وعلى مستوى العزيبه، المساله دي كلها حتجي لنا صنيط ابيض، والحرب دي حتشمل كل الولايات اذا ما الناس وقفوا وقفه رجل واحد وشدوا حيلهم كلهم برجل واحد وشالوا قناصاتهم وركبوا عرباتهم وركبوا تاتشيراتهم وتحركوا كلهم لتحرير ولايه النيل الابيض من درس المرتزق والمجرمين التشاديين الان الموجودين على مستوى مسياله وعلى مستوى واد نمر وعلى مستوى صوفي، المزالة دي كلها ما بعيده من من من, من الدويم، الناس دي ما بعيدين من الدويم، من الدويم يبلغوا فقط 30 كيلو، 30 كيلو فقط، اذا كان النيل الابيض كله والله الدويم اذا سقطت سقط كل السودان، اقسم بالله العظيم، لو الدويم سقطت لانه حيسقط ربك، حتسقط كوستي، حتسقط كل الناس، حتى ناس متكار والناس الموجودين هناك ناس ايش منو المناطق الحول القويز وخيره ومجر الغربيه ومجر الشرقيه والمناطق دي كلها، كل الناس دي حينزحوا يجوا على كوستي، كلهم حييجوا، بعد ذاك بيكون مناطق بتاع التمدد للجنجويد من الدويم حيتمددوا بالمناطق لان المحلات دي كلها مكتظه بسكان، انا كنت شاغل في الدويم وكنت يوم من الايام مسؤول تعليم عالي الدويم، القرى حول الدويم اكثر من الاف القرى، الاف القرى، الجنجويد دي لو جو استلموا المدينه ودخلوا سيطروا على مدينه الدويم طبيعي جدا حيسيطروا على حي الوحده في الدويم، يسيطروا على ابو جابره، بيمشوا بعد شويه بيتمددوا لك كده على منطقه الدويح دي كلهم والمناطق بتاعت الشويحات ومناطق اللي شنو ناس متكال وناس ما عارف المناطق جنب الديوان دي كلها الحول الديوان وكرة والمناطق بتاعت ال منو دي القردود وقيرو وارقد فايق المناطق دي كلها حيسيطر على وسيطر على المناطق دي معناته هون وصلوا كوستي تلقائيا ثاني حيسيطر على الشور على الخيرات على العلاقة على قولي بيسيطر على المناطق دي هم ثاني بعد ذلك بيخشوا كخلايا نايمه وبيخشوا ناس لابسين جلاليب عادي وعراريك وبناطلين وبكونوا لافين وسط المواطنين وبكونوا خلايا نايمه والاسلحه موجوده ومتوفره الجيش ده بصيبه الهلع وبصيبه الخوف وبعد ذاك الناس بيحاولوا انه ينشقوا والناس بعد ذاك تبقى مناطق بتاعت نازحين واي منطقه ثانيه ترفض انه ما تنصاع للجنجويد الناس دي بيبيدوها بعد كامله. انا مفتكر انه الان عشان ربنا يستر اهلنا في ولايه النيل الابيض الان المساله كلها في يد الزول اللي اسمه سامي الطيب الان القائد الجنجويدي ده الان المسؤول منه هو مسؤول من النيل الابيض ومسؤول من الفرقه 18 ومسؤول منها سامي الطيب الزول اللي اسمه شهاب برج ومسؤول منها احنا ما عندنا معاكم صنعه مع قبائلكم تبقوا عطاوه تبقوا غير عطاوه بمسكنكم في النهايه انتم ابناء وطن وفي النهايه انتم سودانيين في النهايه ربنا غدركم وغدرنا نحن في النيل الابيض خلاكم لنا قيادات تكونوا قدامنا على مستوى ولايه النيل الابيض بقيتوا قدامنا معناته تحمونا من الجنجويد وتحموا المواطن الان من الجنجويد في شمال الولايه، ما قادرين تحمل مواطن من شمال الولايه قدموا استقالاتكم وسلموا الجهاز، سلموا نفسكم، سلموا ال 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 الاداره، سلموها لاقرب زول وطني، زول بيخاف الله، زول يقدر يوصل للناس دي، الناس دي ما كثيرين ولا عرباتهم كثيره، كلهم بجيبوا لهم 50 60 عربيه، كلهم، كل الجنجويد الموجودين الان على مستوى غرب القطيره وجيبوا لهم 60 70 عربيه، نسال ربنا سبحانه وتعالى يعينكم ويوفقكم اخواني الكرام، تحيه طيبه، انا سعيد كل ساعه التقي بكم ان شاء الله، ونلتقي باذن الله سبحانه وتعالى، تقبلوا تحياتي ياسين البشير، السلام عليكم.